السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 8 من درس الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. إذا التمرين يقول نعتبر أ إحداثياتها 1 2 4 و بي المستوى، بحيث المستوى بي معادلته تساوي تكتب على شكل 2 إكس زائد 3 إيكغريك زائد زد ناقص 6 تساوي 0. السؤال الأول، حدد التمثيل الباراميتريا لدلتا المار من أ والعمود على بي. السؤال الثاني، حدد إحداثيات أش المسقط العمودي للنقطة على المستوى بي. إذا ماذا نقصد بتمثيل بارامتري لدلتا؟ إذا نأخذ تعريف. إذا في الفضاء المنسوب إلى معلم أو إي جي كنعتبر دي المستقيمة المار من النقطة ذات الإحداثيات إكس زيرو إيكغريك زيرو زد زيرو والموجه بالمتجهة U. إذا لتحديد التمثيل البارامتري فنحن نحتاج إلى متجهة موجهة لهذا المستقيم. ما معنى متجهة موجهة؟ إذا عندنا مستقيم متجهة موجهة له، يعني U توازي المستقيم. إذا يوجد ما لا نهاية من المتجهات الموجهة لمستقيم D. إذا قلنا نحتاج إلى متجهة موجهة ونقطة من هذا المستقيم. إذا لتكون ام اكس ايغريك من الفضاء، إذا ام تنتمي إلى الدي. إذا إذا أخذنا نقطة ام معينة تنتمي إلى الدي، فلكي تنتمي هذه النقطة إلى الدي يجب أن تكون المتجه ام والمتجه U متجهتان مستقيميتان. أي ما معنى متجهتان مستقيميتان؟ يعني خص يكون عندنا ام تساوي واحد العدد دي، عدد ينتمي إلى R في U. إذن AM المتجهة AM تساوي TU. إذن من هذه العلاقة هذه نستخرج التمثيل البارامتري. إذن كيفاش كنستخرج التمثيل البارامتري؟ حنا كنعرفوا بأن AM الإحداثيات ديالها هما X ناقص X 0 أي الإحداثيات ديال A، Y ناقص Y 0 و Z ناقص Z 0. وكنعرفوا كذلك بان المتجهه U هي الاحداثيات او المتجهه تا U تاع عدد حقيقي. اذا تا U حنا كنعرفوا بان U الاحداثيات ديالها هي الفا بيتا لاندا، وبالتالي تي U هي تي الفا او الفا تي بحال بيتا تي و ولاندا تي. اذا ام تساوي تي U، يعني الأفصول خصو يساوي الأفصول والأرسوب يساوي الأرسوب وهكذا. إذا X ناقص X0 تساوي ألفا تي. إذا X ناقص X0 تساوي ألفا تي و Y. إذا X ناقص X0 تساوي ألفا تي و y ناقص y0 تساوي بيتا تي و z ناقص z0 يساوي لاندا تي. إذن هاد x0 كنديها للطرف الثاني، كذلك ناقص y0 وناقص z0. إذن كنحصل على تعبير بحال الشكل هذا. إذن هاد التعبير هذا هو التمثيل البارامتري للمستقيم دي المار من النقطة ذات الإحداثيات X0 Y0 Z0 والموجه بالمتجهة ذات الإحداثيات ألفا بيتا لاندا. إذن غادي ندوزو دابا السؤال ديالنا. إذن السؤال يقول حدد تمثيل البارامتري لدلتا المار من أ والعمودي على بي. إذن لتحديد تمثيل البارامتري نحتاج إلى متجهة موجهة ونقطة. إذن لدينا دلتا أي المستقيم دلتا عمودي على بي. ماذا يعني هذا عمودي على بي؟ وآن إذن بي عنده واحد المتجهة منظمية عليه اللي هي يمكن نستخرجها من هذه المعادلة هذه. إذن المتجهة المنظمية لبي هي جوج ثلاثة واحد زائد اي واحد. اذا وان متجهة
منظمية على بي. إذا مادام متجهة منظمية على بي ودلتا عمودي على بي، فإن متجهة موجهة للمستقيم دلتا، وبالتالي إن متجهة موجهة للمستقيم دلتا. إذا عندنا المستقيم دلتا معرف ب واحد المتجه اللي هي متجهة موجهة له ومار من أ. إذا غنلقاو التمثيل البارامتري ديالو الذي يكسب على هذا الشكل. إذا قلنا إكس تساوي ماذا؟ تساوي إكس زيرو اللي هي الأفصول ديال النقطة اللي هي واحد، زائد ألفا تي. إذا ألفا هو الأفصول ديال المتجه الموجه اللي هي عندنا جوج ثلاثة واحد، إذا زائد جوج تي. إكريك يساوي إكريك زيرو اللي هو جوج زائد بيتا تي أي ثلاثة تي، وزاد يساوي ماذا؟ يساوي أربعة زائد لاندا تي، ولاندا هنا هي واحد أي يساوي تي. بطبيعة الحال تي ينتمي إلى R، تي عدد حقيقي. إذن هذا هو التمثيل البارامتري للمستقيم دلتا. الآن دابا غادي ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني ماذا يقول؟ يقول حدد إحداثيات أش المسقط العمودي للنقطة على مستوى بي. إذا تحديد إحداثيات أش واحد النقطة على مسقط العمودي لي النقطة أ على المستوى B. إذا عندنا واحد المستوى B وعندنا واحد المستقيم عمودي عليه اللي سميتو AB. دابا في السؤال قالوا لنا حدد إحداثيات النقطة أ. إذا هنا درنا الإسقاط العمودي الأ، غنلقى واحد النقطة أش اللي هي نقطة تقاطع ديال المستوى بي وديال المستقيم أبي. إذا المطلوب هو تحديد إحداثية هذه النقطة. إذا لدينا أش، نقطة أش تنتمي إلى ماذا؟ إلى دلتا تقاطع المستوى بي، يعني تقاطع ديال المستقيم دلتا والمستوى بي. إذن أش تنتمي إلى دلتا وإلى بي، يكافئ أن أش كتنتمي لدلتا وأش كتنتمي لبي. إذن هنا شنو غادي نديرو؟ عندنا حنا تمثيل بارامتري نذكرو به اللي لقينا ديال المستقيم دلتا اللي هو إكس تساوي واحد زائد جوج تي. إذا هاد التمثيل البارامتري غنسميه واحد. إذا إكريك تساوي جوج زائد ثلاثة تي، وزاد يساوي أربعة زائد تي. طيب الحال تي تنتمي إلى إير. وعندنا المعادلة الثانية ديال المستوى. المعادلة ديال المستوى كما معطيها في المعطيات هي جوج إكس زائد ثلاثة إكريك ناقص أو زائد زد ناقص ستة تساوي صفر. إذن هنا شنو غادي نديرو؟ حنا غادي نخلطو على نعوض ماذا؟ نعوض إكس و إكريك و زد ب واحد زائد جوج تي و جوج زائد ثلاثة تي و أربعة زائد تي في المعادلة الثانية. إذا شنو كنديرو؟
كنعوضوا اكس واي وزد باش بالقيم ديالهم اللي كاينه في التمثيل البارامتري، بواحد زائد جوج تي وبواحد زائد ثلاثة تي وبربعه زائد تي. اذا كنعوضوا في معادله المستوى، شنو غادي نلقاو؟ اذا كنلقاو جوج، اذا اكس غادي نعوضوها بواحد زائد جوج تي زائد اذا ثلاثة، يجري كنعوضوها بجوج زائد ثلاثة تي زائد زد، غادي نعوضوها بربعة زائد تي ناقص ستة تساوي صفر. اذا هذه المعادلة تكافي، غادي ننشرو. اذا هي جوج، جوج في واحد هي جوج، زائد جوج في جوج تي هي أربعة تي، زائد ثلاثة في جوج هي ستة، زائد ثلاثة في ثلاثة تي هي تسعة تي، زائد أربعة زائد تي ناقص ستة تساوي صفر. إذا غادي نجمعو تي، إذا أربعة تي زائد تسعة تي زائد تي تساوي أربعتاش تي، وغادي نجمعو الأعداد المعلومة. إذا جوج زائد ستة زائد ربعة ناقص ستة، إذا ستة ناقص ستة كيبقى لنا جوج زائد ربعة اللي هي ستة تساوي صفر. إذا ربعتاش تي ستة غادي نديوها للطرف الثاني غترجع ناقص ستة، إذا هادي ربعتاش تي. إذا تي تساوي ماذا؟ عندنا ربعتاش تي تساوي ناقص ستة، إذا ناقص ستة وغادي نقسمو على ربعتاش. إذا غادي نختزلو بالعدد اثنان، غيبقى لنا ناقص ثلاثة على سبعة. إذا لقينا بأن تي تساوي ماذا؟ ناقص ثلاثة على العدد سبعة. إذا لقينا تي شنو غادي نديرو؟ نعوض تي أو قيمة تي فين؟ في التمثيل البارامتري. إذا عندنا التمثيل البارامتري إكس تساوي واحد زائد جوج تي، وإيكغيك تساوي جوج زائد ثلاثة تي، وزاد تساوي أربعة زائد تي. إذا كنعوضو تي بالقيمة ديالها، يعني يصبح على هذا الشكل. إذا هذه غتصبح هي إكس أش، لأن الحداثية ديال النقطة اش هي واحد زائد جوج مضروبة، إذا تعوضناها بناقص ثلاثة على سبعة. إكريك اش تساوي جوج زائد ثلاثة مضروبة في ناقص ثلاثة على سبعة، وزاد تساوي أربعة زائد ناقص ثلاثة على سبعة. إذا هنا غادي نحاولو نحسبو، إذا غنحسبو إكس أش، إذا غنبسطو الكتابة غيولي عندنا واحد زائد، إذا جوج مضروبة في ناقص ثلاثة هي ناقص ستة، إذا هي ناقص ستة على سبعة. نوحدو المقامات، إذا المقام واحد هو سبعة، إذا سبعة على سبعة ناقص ستة أي واحد على سبعة. إكريك أش كذلك كتساوي لنا جوج، ثلاثة في ثلاثة هي ناقص تسعة على سبعة. إذا المقام الواحد هو سبعة، إذا عندنا جوج، يعني نضرب سبعة في سبعة، نضرب سبعة في البسط والمقام، يرجع عندنا ربعتاش ناقص تسعود على سبعة هي خمسة على سبعة. في الزد أش عندنا المقام الواحد هو سبعة، إذا رجعت تمنية وعشرين ناقص ثلاثة على سبعة أي خمسة وعشرين على سبعة. وبالتالي مثلوث إحداثيات النقطة عش اللي هي نقطة تقاطع دلتا و بي هو واحد على سبعة، خمسة على سبعة، خمسة وعشرين على العدد سبعة.